اشتيكي تفهمينا ليش تصرفتي اليوم هذا التصرف الاحمق؟ ايش من تصرف؟ ايش من تصرف؟ ليش نسيتي ايش اللي وقع بخدك؟ لا ما نسيتوش يا نبي، بس مهما كان انت زوجي. حلو حلو هذا الكلام، ودام انا زوجك ليش ما راعيتيش مشاعري وانت جالسه تستعرضي ملابسك قدام الرجال بلا حياة ولا خجل؟ حرب عليك يا نبيل، ايش هذا الكلام؟ لا تفهمنيش غلط يا نبيل، عاد احنا مشينا مشوار حياتنا يوم واحد بس. اسمعي، اشتيكي تجاوبي على سؤالي؟ لا تحسبينيش عبيط. فلت مرتك احسن لك. لو كنت شفتيها كيف تصرفت كنت بتعذرينا، ما كانت ناقصة تموت انتها وتسلم عليه. أنا يا ابني قاني داري كل شيء، بس ما كلمني وأنا داري بكل حاجة. أيوة أسلم عليه وكمان أحط راسي بحضنه. إيش من لسان؟ كلمي يا بلا أدب، ما نقصت تقولي اللي أحبه. نبيل يا نبيل، أصلا أنت مش فاهم حاجة. أنا اللي مش فاهم حاجة يا بنت؟ نبيل فعلتي كده يا امه؟ علشان اربيك يا ابني. تربينا؟ ايش يعني انا بلا تربيه؟ لا يا ابني لا، بس انت ما اعطيت رناش فرصه نفهمك. انت حلق مثل ابوك، ايش نسوي لك؟ طيب فهمينا يا امه، فهمينا. طيب يا ابني اسمعني يا ابني، زوجتك قالت لي انه كان معي اخ وضاع عليهم وهو صغير، ولما شافت المدير العام حست انه هذا هو اخوها اللي ضاع منهم وما قدرش تمسك نفسه. معقول؟ بس ما معي اخ ضايع؟ بس هي ما كلمتناش بهذا الموضوع. الا يوم تذكرت. ايوه عمي فرحان كلمنا بهذا الموضوع، قال معه ابن ضايع من زمان. خلص ابني خلص، حصل خير. دحين روح لعند زوجتك وصالحها واعتذر مني وهي قلبها طيب. الله يحفظك امه. يا بسمة، بسمة يا بسمة، انا اسف يا بسمة. طيب انا فهمت الموضوع يا بسمة، وين راحت البنت هذه؟ يا بسمة، بسمة وين راحت؟ هاي امي خير. بسمة يا امه. مالك؟ بسمة هربت يا ابني. خاف الله، ايش هذا الكلام؟ دورت على ناس البيت؟ دورت في كل مكان يا امه، قلبت البيت فوق تحت ما لهاش اثر. معقول؟ معقول تكون هربت؟ طيب فين بتروح؟ طيب إذا كنا بنقرب القرية هنا ما تعرفش ولا حد، ممكن إذا قصدك إني هربت بتكون سافرت من المدينة. أكيد تكون سوت كذا يا أمه. يا أمه أنا بلحقها بالطريق. تمام خلاص يا ابني خلاص، لأنه الطريق الآن ما فيش سيارات. بسرعة يا ابني بسرعة. أهلا
الان يا مدير. انا من الصبح من الصبح وانا مراعي لك علشان ابلغك انه ابني مخطوف. شوف يا عاقل يا لوك، بطل حكك اللوك. كل البلاغات تؤكد ان ابنك هو الذي اطلق النار على الشهيلي، وانت شي تعمل مثل ما قال المثل، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. انا اؤكد لك يا مدير، اؤكد لك انه ابني مفقود، واحمل المسؤولية السهيلي وابنه. شوف يا عاقل، كثر الكلام وكله سواء. انا صبرت عليك كثير، ومهما غلط عرف ان العدالة بتجيب ابنك وبتجيبك بتهمة الانكار والتستر على مجرم. وبتشوف يا عاقل، يلا بعدي معنا اجتماع. الأخوة أعضاء المجلس المحلي، والأخوة عدول وعقار القرى، إحنا اجتمعنا بكم اليوم علشان نناقش معاكم دوركم في توعية المواطنين ضد أخطار بعض العادات السيئة، ومن أهمها عادة الثأر، وهي أسوأ العادات. وما لاحظناه في الأونة الأخيرة أنها تزايدت بشكل كبير وملحوظ في قرية الحقنة في ظل وجود العاقل حمود اللوك. حادثتين قتل في شهر واحد، وهذا كله نتيجة الجهل وعدم التوعية الصحيحة بالأنظمة والقوانين. علشان كذا احنا اجتمعنا بكم من شان نتعاون ونتكاتف من أجل القضاء على هذه العادات، ولن يتم ذلك إلا إذا فهمتم دوركم في هذه التوعية. ما بو واحد ذاك منين ما طيلي يضرس العقل. الله يشتت بو يا سي قشقاش. عم قشقاش اجو واحد مهري طرقنا. عم قشقاش اسعفنا اسعفنا. الله راسي يا عم عثمان. لا اسعفه شي من يسعفني. الله 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 عم قشقاش الله. بس بيني بينكم ناس كرة ما غدونا غدوة بطيبة نفس. أنا ما قبصرتش ضرب يدو الحمى إلا الضرب هذا. إحنا آسفين يا عم عثمان، سببنا لك المشاكل معانا. الله قد اختلطت الأمور وأصبحت مطارد وهارب زيكم، ولا قدوش يا رجل مطعم رجول. عمو يا عمو قشقاش ألقي هذه توقعنا يا عمو قشقاش. عند البيت تقول في واحد كمنا ولا كيف؟ بعدين يا عمو قشقش القفص الصدري حقي انه فلات انه يتخيل لي قفص الصدري فلات مو قفص عقد دجاج. شادي يا الله. اسمعوا اسمعوا يا خبرة، اشيكم الان تفكروا معي بطريقة تخارجنا. انا معي خطة أليمة يا عمو قشقش. ايش رايكم نروح عند ماماتنا يخبن احنا؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك يا فنان ذكي. انت عارف وداري ان العسكر محاصرين البيت من كل جهة. الله انا عارف الكلام هذا. بس العسكر فين بيكونوا؟ بيكونوا برا. ايوه. ونحنا فين بنكون؟ ايوه فين بنكون؟ فين بتكونوا؟ داخل. خطة ولا مش خطة؟ العسكر برا وحنا داخل. اقدر باب. لا لا مقدم عمو قشقاش انا بدالك. اسمعوا الله انا ابو معي طريقة ومعي حل. بيرق رقود ما دام قفي بي قادم. والله معكم اخطط لكم ثاني مرة. يمن الوحدة يرفض التعصبات الفكرية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها. يمن الوحدة يرفض سياسة الكراهية واستبداد الحزب الواحد. يمن الوحدة يرفض سياسة الغلو والتطرف والإرهاب تحت أي مسمى. ولا بد علينا كمجتمع وحدوي وكأسرة واحدة أن نقف صفا واحدا لمحاربة هذه الظواهر السلبية، ونشجع على التغيير بتوعيتنا وبتوجيهاتنا وبثقافتنا وبنهج وحدتنا وبحوارنا، وإذا اضطرينا
بسلاحنا، لأن أمن واستقرار الوطن من أسمى وأنبل الغاية. الحل الوحيد يما إننا اتصل بمنير وأسألهم إذا جت بسمة عندهم ولا اتصلت. تمام ابني، بس أشتيك تتشمم من بعيد لبعيد. أكيد أكيد يما، أنا شبدا أسأل على خالي ناجي. تمام، وبعدين شدخل للموضوع بطريقة غير مباشرة. يما خوفي بس لا يكون قرا لي حاجة. قريب ابني قريب، وإن شاء الله تكون بسمة وصلنا لعند شغل. إن شاء الله يما. وين تليفوني؟ عن إذنك يما. يلا يا يوم العافية يا فرحة. لو كنا ما لحقناش الجماعة كنت أنت بترقد محل الوالد. بدل الوطن يا صاير، بدل الوطن، سلمت المفاقدة. أنا متأكد يا ابن الخال أنهم حتى لو كانوا تفاقدوا بيلاقوا كل القطع وكالة. بس تدري إيش الخوف؟ لو كانوا نتعلم قطعة الكلية ولا الطحال هنا المشكلة. يلا يا أبا خلينا نمشي. يا عم أيوه. يا الله يلا. اهلا يا نبيل، كيفك يا عريس؟ من فين واحد يبدا الحين؟ مو تسوي ابني الحين؟ مو تسوي؟ مو قلت وش عدينا ساعدين قدك تعبانه. تعقين؟ تضحكي يا ما. خلاص خليني بعقل، قل لي بس ايش قال لك منير؟ منير قال لما نجي روح وش رجع تصبنا؟ الحين ايش عقين؟ ايوه رصيل التنوره. انا بعقين بس وانا برصيل التنور.